حياتي في الأول أنا صاحب عيال، صاحب عيال كتير يعني. يجي علي الشتاء أغرق. آخر مرة السنة اللي فاتت دي المية بقت في البيت هنا للنص على طول، أخذ أكلنا وشربنا وحاجتنا، كل حاجة غطس، كل حاجة راح. البيت ما كانش بيت، كان معرش بتاع غاب يعني، بص كده. ولما الدنيا تشتي المايه تنزل علينا نحط ولا مؤاخذه شوط وحلل وبتاع عشان يتحوش المايه فيما ما تاكلناش، غصب عننا بقينا نتبهدل. والبيت كان متبهدل لان كان بيت عيله واتقسم، وبقى الهواء في البيت على طول وبهدلنا، الرطوبه فيه جامده واحنا عند عظمنا بتكسر يعني ما بنستحملش البرد. فجأة المبادرة بقى اجوا البيت وشافوه وعملوه زي ما انت شايف كده واكرمونا. وطبعا بعد كنا عايشين في بيت بيئة يعني غير ادمي خالص، ولا ينفع ولا يشفع ولا اي حاجه. كنا عايشين في بيت نظيف، بيت محترم، ما كانش في حمام خالص، مش مستعمل حمام، ما كنا بنعمل جري. لما ربنا بعت لنا الناس الطيبه، وطبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس بتاعنا يعني بعت لنا ناس حلوه وصلحوا لنا البيت وبقينا 100%. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشكر المبادره، كل حاجه عملها لنا حلوه حقيقه يعني. ومش احنا بس، كذا كذا منزل حصلت في الحكايه دي اللي انتوا شفتوهم دول. الدهليه كانت موجوده معانا في السنه الاولى من حياه كريمه. المستهدفات في هذه القريه في محافظه الدهليه منازل بيتم رفع كفاءتهم، تركيب اسقف واجراء وصله، تم اجراء 25 عمليه عيون وتسيير قافله طبيه وتوزيع 4 اجهزه تعويضيه و56 نظارة طبية بهذه القرية. مش هنخرج من القرية ألا ما نخلصها، نخش القرية ونخرج منها خلصنا كل اللي فيها. بشكر الرئيس على اللي احنا فيه الوقت، او اللي احنا الحمد لله كل حاجة عندنا.